بيزنس، ان احنا بندي لحضراتكم فكره في الاول ازاي احنا بنعمل الفحص. في الاشعه عندنا نوعين من الفحوص بتاعه البارانيزال ساينسز، واحد اسمه روتين ستادي واحد اسمه فول ستادي. الروتين ستادي عباره عن ان انا بجيب المريض ومن غير تحضير خالص ولا صيام ولا اي حاجه خالص، بنيمه على ترابيزه السي تي. اي سي تي في الدنيا لازم نعمل حاجه اسمها سكانوجرام. سكانوجرام يعني صوره مبدئيه للجزء اللي احنا عاوزين نفحصه. الجزء اللي احنا عاوزين نفحصه هو البارانيزال ساينسز وموجوده في السكال، فبنعمل صوره مبدئيه للسكال. السي تي بيخيرك اذا كنت عاوز الصوره لاترال فيو ولا انتيريور فيو. ففي بعض الاحيان نعمل لاترال سبيشالي ان ذا بارانيزال ساينسز والسله والاوربت، وفي بعض الاحيان نعمل فرونتال فيو لاجزاء اخرى من البودي. عملت كده الاسكانوجرام، بقول للسي تي انا عاوز المنطقه دي اللي هي من اخر من اول او من اخر نقطه في الاسفينويد ساينس، وافضل طالع 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 لقدام لحد لما اخلص الفرونتال ساينس. اي خطين في السي تي تعملهم كده يروح سالك سؤال على الشاشه يقول لك عاوز اقطع الحته دي كلها قد ايه؟ عندنا زي ما انت عاوز على حسب امكانيه الجهاز. لو كان جهاز جديد ممكن يقطع كل ملي، لو كان جهاز يعني متواضع شويه 2 3 4 5 كل دوت موجود. فاتفق في الاشعه ان احسن طريقه عشان نشوف فيها معظم الاناتومي والباثولوجي ان احنا نقطع كل 2 ملي او 3 ملي على حسب النهايه. 2 3 ما بيعملش مشاكل جامده. بعد كده بنبتدي نطلع من ورا لقدام كل 2 ملي لحد لما نوصل الى الفرونتال ساينس وتطلع صوره زي دي كده. الصورة اللي زي دي بنبقى شايفين فيها الاناتومي ولو كان في باثولوجي، بس احنا واحنا بنصور عندنا تو اوبشنز، حاجة اسمها بون ويندو، حاجة اسمها سوفت تيشو ويندو. البون ويندو هو اللي انا بعمله كده، ده فور بوني ديتيلز. سوفت تيشو ويندو لو كان عندي مشكلة في الاوربت متعلقة بالبارانيزال ساينسز او عندي سوفت تيشو تيومر او كده بعمل سوفت تيشو ويندو، وهنشوف الفرق ما بين الاثنين. الاستادي الثانية اسمها فول استادي، يعني فحص كامل للبارانيزال ساينس. الفحص الكامل دوت عبارة عن الروتين اللي فات اللي هو الكورونا زائد اكزيال. اكزيال يعني العيان نايم على ظهره، بعمل خطين، واحد من الاول الهارد بلت لحد نهاية الفرونتال ساينس، وبطلع برضه كل 2 ملي. بعد لما بخلص البارانيزال ساينس اكزيال وكورونا بعمل كمان مقاطع للبرين. البرين من اول السكال بيز وافضل طالع 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 لحد لما اوصل الى الفورتكس اوف السكال. يبقى عندي في الفول ستادي زياده عن الروتين اكزيال للساينسيت واكزيال للبرين، وبصور بحن سوا دول التلات، لكن الروتين ما بحنش سوا والعين ما بيتحضرش، وبصور بون ويندو بس وما بلجاش للسوفت تيشو ويندو خالص. ودي صور البرين بالسوفت تيشو ويندو، دي صور البارانيزال ساينسز بالبون ويندو. ده الفرق بين الاثنين، ده البون ويندو وده السوفت تيشو ويندو. الصوره لما بتطلع على السي تي عن طريق الزراير اللي على الكيبورد بحول الصوره، يعني مش باخد الصوره مقطعين مرتين في جسم الانسان عشان اطلع واحده بون واطلع واحده سوفت، لا هي نفس الصوره كوبس مكتوب عليه بون ويندو تطلع الصوره دي، اتك على الكوبس بتاع السوفت ويندو تطلع الصوره اللي في الجسم. هنا you can see the bony details, the calcification، مش عارف اذا كان في suture, fracture، الحاجات دي كلها. لكن هنا you can see the globe, you can see the optic nerve, you can see the cerebellum, the basal artery، كل الحاجات اللي احنا قاصدينها بالصوت. لو الجهاز كويس من اللي مالتي ديتكتور سي تيز موجود عندنا هنا في مصر، بندي اوردر للجهاز نقول له ركب الصور مجسمه، يعني 3D 2D زي ما انت عاوز. ال 3D زي ما حضراتكم عارفين يمكن احسن استخدام ليه على الاطلاق هو المكزيلو فيشال برو، لكن ال 2D في رايي في كل مكان في الجسم مهم جدا وجدع جدا في التشخيص، لكن في البارانيزال ساينسز والمكزيلو فيشال تروما بالذات بنبقى محتاجين كده. البارانيزال ساينسز مكان ليميتد والديزيزز اللي فيه مش كتير قوي، وعشان كده عاوزين ان احنا نستعرض الكلام دوت من هذه النقط. اول حاجه ادي لحضراتكم فكره عن الاناتومي، وبعد كده الاكيوت والكرونيك ساينوسايتس والتنشن سيست والساينونيزال بولبوزس والانتروكوانال بوليب والميوكوسيل والفانجل ساينوسايتس والبناين والمليجنت نيوبلازم. نبتدي الاول بالاناتومي وهنتكلم على الاكسيال اناتومي اللي هو العيان نايم على ظهره.
واحنا بنقطع من اول الهارد بلت ونفضل طالعين 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 لحد لما نوصل الى الفرونتال ساينس. ما هنا يو كان سي ذس ذا الفيولر مارجن، وده اخر حته في المكسيلري ساينس من تحت، وبعدين ده ريمس اوف ذا مانديبل، وده الاستايلويد بروسيس زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنطلع لفوق شويه بنلاقي دخلنا على المكسيلري ساينس، بنطلع لفوق كمان بنشوف الديتريجويد بليتس اللي هي شبكين في الايبكس بتاعت المكسيلري ساينس، ونخش في النيزل كافيتي بنشوف البوني نيزل سيبتم والكارتلاجينس بارت بتاعه، ويبتدي النيزل كونكا او التربنس تبان. بنطلع لفوق كمان ذس ذا ماكسيلري ساينس، وبعدين ذا تيروجويد فوسا، والريمس اوف ذا مانديبل هيتقسم دلوقتي الى الهيد اللي هي الكوندايلويد بروسيس والكورونايد بروسيس، وبعدين نطلع لفوق شويه نشوف التيمبرو مانديبولار جوينت، وبعدين ده الزيجوماتيك ارش على الناحيتين والنيزل بونز زي ما حضراتكم شايفين. بنكمل بعد كده لفوق، then you can see the ethmoidal air cells and the sphenoidal sinus، وتفضل ماشي ماشي لحد لما توصل الى الفرونتال ساينس اللي هو دوت فيه اوستيوما زي ما حضراتكم شايفين. نيجي بقى للكورونال، والكورونال بنبتدي من ورا الاسفينويد ونطلع لحد الفرونتال، فاول ما ناخد مقاطع في الاسفينويد بيبقى كده ارتي كومبارتمنتال، وبعد كده بيبقى تو كومبارتمنتس، وبعدين بنطلع لقدام شويه بنشوف الاسفينويد، بعدين نطلع لقدام حبه نسي ذا سفينويد، وبعدين تحتيه نيزل كافيتي، وده الانفيرير تربنت وده الميدل تربنت، وبعدين يو كان سي اون ايزر سايد ذا اوربيتال ايبكس على الناحيتين، سوبيريور اوربيتال فيشر انفيرير اوربيتال فيشر. نطلع لقدام شويه لان يو كان سي ذا اثمويدال اير سيلز اكزيلري ساينس بوني نيزل سيبتم انفيرير تربنت اند ميدل تربنت، وبعدين تطلع لقدام شويه لان يو كان سي ذا كريستاجيلي، وبعدين inferior turbinate, middle turbinate, bony nasal septum, orbital floor, maxillary sinus على الناحيتين, then you reach the frontal sinus. يبقى في نهاية ال frontal sinus and the most anterior part of this of the maxillary sinus you can reach the نهاية الفحص. ده ببساطة شديدة الأناتومي اللي هو البروس اللي هو يعني أوامك أوام كده، لكن في بعض الديتيلز عاوزين نتعرف عليها. الديتيلز ديت بنبتدي اول حاجه فيها بالاوستيوميتال يونت. احنا عندنا الماكسيلري ساينس زي ما حضراتكم عارفين بيدرين انتو ذا ميدل ميتس عن طريق الاوستيوميتال يونت. الاوستيوميتال يونت مكون من اربع اجزاء ومعمول عن طريق الانفير اوربيتال مارجن والانسليت بروسيس اللي هو اللي حضراتكم شايفينه ده. وهذا هو الممر بتاع الاوستيوميتال يونت. هو متكون من السايت بتاع الماكسيلري اوستيوم، وبعدين الممر دوت ما بين الاوربت والانسليت بروسس اللي هو اسمه ده اسمه انفانديبولم، وبعد كده بنمر فيه الهياتس سيميليوناريس، وبعدين ننزل في الميدل ميتس. الفوريمن اللي حضراتكم شايفينه في الاوربت ان ذس از ذا انفرا اوربيتال فوريمن اللي فيه النيرف والارتر. And this is the infraorbital foramen and this is the osteomiatal unit مكون من the site of the ostium, the ismoid infundibulum, the hiatus semilunaris وبعدين ينزل في الميدل نزل الفصة و this is the middle turbinate and this is the inferior turbinate. إذا هذا السهم بيشاور most likely to the site of the ostium, then the infundibulum, then the hiatus semilunaris and the middle nasal fossa. الاثمويد انفانديبولم اللي هو الممر اللي موجود ما بين الاوربيتال الاوربيتال وول ذا ميديال انفيريو ميديال بارت اوف ذا اوربيتال وول اند ذا انسينيت بروسيس. This is what we call the ethmoid infundibulum. Then the ethmoid sinus is composed of three parts. واحد horizontal اللي هو the cribriform plate of ethmoid. واحد vertical اللي هو the cristagelli. وبعدين the ethmoidal air cells اللي هم بيكونوا الساينسز على الناحيتين. في المنطقه اللي فيها تكريبري فورم بليت بيبقى فيه ديبريشن كده لتحت اللي هو في مكان الجايروس ريكتس والولفاكتوري بالم بيبقوا موجودين اناتوميكالي في هذا المكان. الاثمويدال اير سيلز زي ما حضراتكم عارفين عباره عن تو جروبس، منهم الجروب اللي قداماني خلايا صغيره وكتيره، والجروب الوراني خلايا اكبر واقل فيه العدد. الاثمويدال اير سيلز ار انتيميتلي ريليتد تو ذا اوربت عن طريق اللامينا فابريشيا، وكذلك دي ار انتيميتلي ريليتد تو ذا اوربيتال ايبكس عن طريق الممر بتاع الاوبتيك نيرف. اخر حته او اكبر سيل في البوستيريور اسمايدز ده هي اسمها داونودي سيل
And this already cell is very important لأن ليها intimate أو close relation to the optic nerve. والسيرجري في الحتة ديت بالمناظير أو غيره بتبقى فيها يعني نوع معين من الريسك على الأوربيتال أنكس. The Hiller cell is the normal variant عبارة عن pneumatized air cell in the inferior medial part of the orbital wall. وزي ما حضراتكم شايفين إنها ليها intimate relation to the ethmoid infundibulum. عشان كده لو طلع عندنا لو عند المريض هيلر سيل هتنكروتش جامد قوي على الاثمال الانفانديبلم بالذات لو كانت اكبر من كده السيل متوسطه الحجم وتقفل ده وتؤدي الى ابنورماليتيز في الدرينج بتاعه الساينس نفسه. الاثمويد البولة هي اكبر خليه في الاثمويد الاير سيلز ليها علاقه بالاوسيميتال يونت. And this ethmoidal bulla بتتشاف كويس قوي في الكورونال. And you see the largest ethmoidal air cells which has an intimate relation to the osteomyelial unit is known as the ethmoidal bulla. لما نيجي للفرونتال ساينس، الفرونتال ساينس بتشاف كويس قوي في الكورونال، بتشاف كويس قوي في الاكزيما. ولو الجهاز جديد بيعمل reconstruction فممكن نعمل surgical 2D reconstruction زي ده كده. Then you can see the nasofrontal duct اللي هي بتمر من الفرونتال sinus into the anterior ethmoid into the nasal cavity. And here you can see the inferior turbinate and the middle turbinate which is pneumatized اللي احنا بنسميها the concha bullosa. Then the sphenoid sinus is located posteriorly. جزء منه بيكون inferior to the cella والوول بتاعه اللي من تحت بيكون related to the nasopharynx. And you can see the sphenoid sinus موجود في الكورونال وبنشوفه افضل طبعا في السجيتال reconstruction. واذا كنا عاوزين نشوف the site of the drainage of the sinus بيبقى افضل في السجيتال علشان نشوفه هو بيدرين هنا posterior to the superior terminal. And these are the turbinates. This is the middle and this is the inferior, this is the middle, and this is the superior. وهنا you can see the sphenoid sinus. And this is the site of the drainage of the sphenoid sinus into the through the posterior ethmoidal air cells. This is the superior turbinate, middle turbinate which is pneumatized, and this is the inferior turbinate. بعض ال variations الموجودة في ال sinuses كتير جدا جدا ولازم نبقى احنا عارفينهم علشان ما نعملهمش misinterpretation. من ال variations ديت نيزل سيبتم ممكن يكون في حاجات كتيرة قوي كأن هو يكون deviated to one side أو إن هو يكون في نيزل سيبتم spare زي ما وري لحضراتكم أو يكون pneumatized يعني يبقى مليان هواء وأي بره نيزل sinuses كلها مليانة هواء أي حتة ممكن تبقى pneumatized سواء ال oxalate process أو ال bony nasal septum أو ال concha And this is what we call the nasal septum spur. This is a bony spur arising from the left side of the bony nasal septum, تقريبا obstructing the nasal fossa على الناحية الشمال. Pneumatized middle turbinate بتمثل حوالي من 4-15% in the patients. It is يعني considered ممكن تبقى normal variant أو incidentally found. This is the normal turbinate على الناحيتين الميدل. And this is the pneumatized turbinate زي ما حضرتك شايف. الكونكا بولوزا ممكن تكون صغيرة أو كبيرة، ممكن تكون unilateral أو bilateral، ممكن تكون قد بعض، ممكن يكونوا مختلفين عن بعض، وممكن الهواء اللي فيها يبقى obliterated لما تبقى secondary infected. فهنا this is a good example of bilateral middle conca bullosa. الناحية الشمال صغيرة شوية والناحية اليمين كبيرة حبة وطبعا ده يؤدي في بعض الأحيان إلى deviation of the bony system. Whenever the concha bullosa is opaque يبقى معنى كده إن هي بقت secondary infected and this is unilateral infected middle concha bullosa على الناحية اليمين. أيام زمان كان في ما كانش في موضوع الروتين بره nasal sinuses وكان كل الشغل ما بيننا وما بين الجماعة بتوع الأنف وأذن هو الفيو اللي حضراتكم شايفين إن هو اسمه the sinus view. وكنا بنجتهد في sinus view نمرة واحد إن هو يكون erect علشان نشوف الفلويد ليفل ونمرة اتنين إن يكون متسنتر علشان نعرف نشوف له بس غلافه ونمرة تلاتة إن إحنا بنعضده في بعض الأحيان باللاترال فيو عشان نشوف السفنويد sinus. ومع ذلك كان في دايما خناقات كبيرة جدا ما بين الأشعة والأنف وأذن على التقرير بتاع البارانيزال ساينس. ف
اساتذتنا زمان كانوا بيعلمونا، بيقول لك انت عشان تعرف ان الساينس وبيك ولا لا، تبص على الاوربت. الاوربت كونتينز فات والساينس كونتينز هواء، والهواء اسود من الفات في الاشعه. فلو كان الساينس اسود من الاوربت يبقى كلير، لو كان الساينس زي الاوربت او ابيض منه يبقى اوبيك. لما كنا بنعتمد على الحاجات دي، وعلى حضراتكم عارفين لو انت اديت جرعه اشعه قليله كل الصوره تطلع بيضه شبه بعض مش هتشوف حاجه. فكان بيحصل مشاكل والدكتور يقول له ارجع لبتاع الاشعه لان التقرير ده غلط وانت محتاج منظار دلوقتي وكده. ممكن يكون في جزء يعني مش حقيقي وتحايل على المريض وكده، لكن حسما لهذا الموضوع طلع هذا الفحص اللي هو اسمه روتين ستادي من غير تحضير، كورونا بس، بون ويندو بس، من غير صبغه، من غير صيام. كان ثمنه رخيص وقريب شويه من ثمن البلينك سبين. وحل المشكله انك انت بتبص في الساينس تلاقي ميكوزال ثيكنينج، خلاص بس الساينسايتس، تلاقي الساينس مليان هواء بس يبقى كلير، ونحل ايه القضيه كلها. ومع ذلك فان البلين اكس راي ما زال ولا يمكن انك انت تغفله، بالذات في المناطق زي مثلا عندكم هنا ان الريسورسز ليميتد وكده، وانك انت تستخدم التول تو ذا ماكسيمم. فلو احنا عندنا اكس راي ممكن نستفيد منها ان يكون في ميكوزال سيكنينج ان ساينس، ان يكون اير فلويد ليفل زي اللي حضراتكم شايفينه، ان يكون الساينس از توتالي اوبيك معنى كده ان هو انفليمد او في تيومر، ان يكون في بون ايروجن او بون ديستراكشن وده معناها ان في نوع من الاجريسيف انفكشن او المالجنسي، ان يكون في بون سكليروزس وده معناها كرونيك انفلاميشن وكالسيوم انسايد ذا ساينس از يوجوالي ان انديكاتيف اوف فانجس اند ذا بريزنس اوف فولن بوديز اند ذا فراكشر. لو احنا جينا نتناول المواضيع بتاعت البارانيزال ساينسز، وقلنا ان احنا نتكلم الاول على الساينوسايتس بنوعيه او شقيه اللي هم ذا اكيوت اند ذا كرونيك. في الاشعه عندنا لو حصل اوباسيفيكيشن اوف ذا ساينس وي هاف تو سيبريت الكرونيك من الاكيوت. والعلامه تقريبا اللي عندنا وهي عند الكلينيشنز برضو ان الاكيوت ساينوسايتس بيكون فيها اير فلويد ليفل، والكرونيك ساينوسايتس بيكون فيها ميكوزال ثيكنينج او زي بوليبس او ماسس زي ما نشوف بعد كده. الاير فلويد ليفل محتاج ان يعني انك انت تشوفه يا اما الكورونال سكانز يا اما الايركت بتاع البارانيزال ساينس. اند ذس از ان اكزامبل، وكلنا طبعا عارفين ان الاير فلويد ليفل لازم يكون مقعر كده لتحت، ما يكون ولا خط مستقيم ولا يكون قابب لفوق. And this is acute sinusitis على المكسيلري sinuses على الناحيتين. الكرونيك sinusitis معناها ان الميكوزا is thickened. والثيكنينج اوف ذا ميكوزا ممكن يكون داير بنسميه concentric mucosal thickening، وممكن يكون مينيمال زي اللي حضراتكم شايفينه هنا، ممكن يكون زي كده. كل ديت معناها ان this sinus is chronically inflamed. في بعض الأحيان بنعمل CT of the paranasal sinuses, then we can see mucosal thickening obliterating the occipital unit, but we notice that the sinus is clear. ده معناها إن المقطع اللي جاي اللي بعد كده this mucosal thickening is not completely obliterating the ostium, ولكن هو is encroaching على الأوستيوم. في المقطع اللي بعد كده the ostium is patent, then you know ليه السبب إن sinus دوت is more or less clear. One of the signs of chronic sinusitis is the presence of bone sclerosis of the affected sinus. يعني لو كان السينس كده is totally obliterated by mucosal thickening، ما تقدرش تقول اذا كان دوت اكيوت ولا كرونيك عشان ما فيش هواء عشان تعرف اذا كان في air fluid level ولا لا. لكن if you look to the wall of this sinus compared to the wall of this sinus and you can see marked sclerosis of the sinus على الناحيه الشمال denoting the presence of chronic sphenoidal sinusitis. And this is also an example of chronic bilateral maxillary sinusitis. In the axial image, you see the mucosal thickening, and in the coronal image, you see the mucosal thickening obliterating the osteomyelial unit or extending into the ethmoidal complexes. وطبعا شكله كده عامل عملية وشايل جزء من القطر. عندنا حاجة اسمها the silent, أكيد طبعا عارفينها كلكم, the silent sinus syndrome, اللي هو حصل في الساينس دوت كرونيك اوكلوجن اوف ذا اوستيوم، وفضل الساينس يكولابس 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 لحد لما بقى عامل كده. And this loss of volume is compensated by enlargement of the volume of the orbit اللي ممكن يخلي العين يجي له ينفصل بعد كده،
وبنبقى احنا فاهمين ان هي حاجه في الاوربت وهي حاجه مينلي ان ذا ساينس. ايه العلامات بتاعت السايلنت ساينس سندروم؟ ان الساينس از اوبيك، ان الساينس از فيري سمول كومبيرد تو ذا ساينس اللي موجود على الناحيه الثانيه. And this is a good example. عيان عنده painless enophthalmos and facial asymmetry. The right antrum is very small and is totally opaque compared to the antrum على ناحية الشمال which is in and of normal size. Then we came to the retention cyst, and the retention cyst is just a collection of fluid underneath the mucosa in the sinus, and it is very similar to the polyp. But the incidence, as you all know, of the retention cyst is far common than the polyps in the sinuses. Then we consider a bulboid-like mucosa thickening in the sinus as the retention cyst, unless we have a good clue for the presence of bulboses. And if you look to this maxillary sinus, and you can see a bulboid and mucosa thickening, what we call the retention cyst. But if you see that the sinuses are totally obliterated and they may be enlarged, and also the osteomedial units are widened, and there are multiple soft tissue masses in the nose, and the nasal masses should be considered as polyps, then you consider the intra-antral lesions as polyps as well, and you get to the diagnosis of sinonasal bulbosis type. And this sinonasal bulbosis type, for diagnosis, you should have expanded nasal fossa filled with masses representing polyps, opaque sinuses that may be expanded, and sometimes you may see bone erosion like this. And you see the erosion of the roof of the frontal sinus and also the erosion of the floor of the frontal sinus. Then total opacification of the paranasal sinuses, as well as the nasal fossae bimasses merging with the conchae, is diagnostic of the sinonasal bulbosus type. And this is an example of sinonasal bulbosus type in the axial image. This is the soft tissue window, and these are the bone window images. You see that the sinuses are obliterated totally. The nasal fossa is partially obliterated. Some masses are present, but شوية هوا لسه موجودين. And the main value of this soft tissue window is to detect superimposed fungus sinusitis, because you know that this is a chronic infection and it may be superadded by fungus, and you cannot see the fungus unless you have the soft tissue window, as I will show to you. Then, if you see a bulboid-like mucosal thickening in the sinus and another soft tissue mass in the nasal fossa, then you know that this mass is a polyp, then this is also either. And these are the main values or the main suggestions for that is not a retention cyst, it is a polyp. عندنا في الأشعة بيقولوا إن الـ MR في بعض الأحيان ممكن إن هو يفرق ما بين البوليب والريتنشن سيست، لكن ده الحقيقة ما هوش قوي جدا، لأن البوليب كونتيننج ميه والريتنشن سيست كونتيننج ميه هما الاثنين هيطلعوا شبه بعض، ولو حملت الاثنين سبعة ما فيش ولا واحد فيهم هياخد سبعة. لكن the presence of other polyps in the sinus in the nasal fossa is helpful in the diagnosis. نعم. هم موجودين. Then, anthroconal polyp is a polyp that is present in the sinus وبعدين كبرت وطلعت من الاوستيوميتال يونت into the nasal fossa and may extend inferiorly into the nasopharynx. Then, this is the bulboid lesion in the maxillary antrum, and the antrum is opaque and the ostium is expanded, and the lesion is extending into the nasal cavity, as you can see. One of the important issues here is that the ethmoidal air cells in this particular disease are usually clear. Then this is one of the differentiating points between anthroconal polyp and the inverted papilloma of the paranasal sinuses, as I would say. Then you can see this is opacification of the antrum, widening of the ostium, and the lesion in the antrum is connected to another lesion in the nasal fossa merging with the nasal conchae, and this is diagnostic of anthroconal polyp, and you can ensure that the ethmoidal air cells are more or less clear. Another example of anthroconal polyp, and you see the obliteration of the sinus, the extension into the nasal fossa, as well as into the posterior nares reaching the nasopharynx. Another case of anthroconal polyp, the sinus is expanded,
The ostium is markedly widened and there is a component in the nasal fossa. And you know that the maxillary sinus عنده ostium وعنده accessory ostium. And the polyps can also pass through the accessory ostium into the nasopharynx. And you can see here, this is a lesion in the antrum, and it has passed through this ostium into the nasal fossa, and the posterior nares, as well as the nasopharynx. And this is also an antroquinal polyp. Then we came to the mucocils, and the mucocils means expanded sinuses due to obliteration of the ostium filled by secretions. And the frontal sinus is the most common. Frontal ethmoidal mucocele is one of the most common mucocels, followed by the ethmoids, then by the frontal sinus. Actually, the role of the plain X-ray in diagnosis of mucocels is limited, because you know that there are great variations between the sinus side on both sides. If you look here, you can see the frontal sinus, which is more or less clear, and this frontal sinus, which is opaque and large. And this may be large, just large frontal sinus, which is involved by sinusitis, and it may be a mucocele. Then this is the normal frontal sinuses, which are clear. And this is frontal sinusitis may be associated with mucocele. Then we should have the CT scan to ensure the diagnosis of mucocele by expanded affected sinus, marked thinning of the bony margins of the sinus itself. And if you want to be sure that this is a mucocele, you check the contrast media. And a mucocele is an infection, the infection will take contrast on the periphery. But if this is a tumor, it will take contrast as well. Okay? Then sometimes during the routine examination, we may shift to the full examination because of the disease that we didn't expect. And this is an example of a mucocele in the maxillary sinus. The sinus is expanded, it's filled with secretions, and there is no component in the middle, in the nasal fossa. And you see the bone window showing the rarefaction and the thinning of the bony margins of the sinus itself. And the maxillary sinus mucocele with expanded sinus encroaching markedly on the nasal fossa. Then we came to the fungus sinusitis, and the fungus is diagnosed by CT by the presence of hyperdense secretions inside the sinus. This is the only clue for the diagnosis of fungal sinusitis. السينس اللي جواه بقع بيضاء زي ما حضراتكم شايفين كده من غير صبغه من غير اي حاجه خالص is highly suggestive of fungus. لان الانفلاميشن العادي بيكون شبه الميه زي ما حضراتكم شايفين. This is just an inflammation من غير fungus. ولكن دوت inflammation ومعاه كمان super added fungal infection. And you know we have three types of fungal sinusitis. The allergic sinusitis, the fungal ball, and the invasive sinusitis. الاثنين الاولانيين موجودين في الاميون كومبتنت والاخير موجود في الاميون كومبرومايزد بيشنت. وهم الثلاثه بيدوا نفس البيكتشر اللي هي انترا سينس سكريشنز لونها ابيض من غير صبغه وبالصبغه طبعا بتتجلط اكتر. وفي نفس الوقت الانفيسيف سينوسايتس هو البي ار في العظم. يعني if you see fungal sinusitis with bone erosions and the intraorbital intracranial extension, you may suspect the invasive sinusitis. Salt pepper في الام ار اي منشن كان زي كده. طيب and you see the difference between the sinusitis العاديه and the sinusitis with fungus. This hyperdense secretions سواء بالصبغه او من غير صبغه are highly suggestive of sinusitis. If you see calcium in the sinus like this foci of calcification, then you may suspect the presence of fungal pool. Then this is just an example of sinonasal bulbosis type, and this type of inflammation is frequently associated with fungus, but you cannot see the fungus unless you see the soft tissue in. You may suspect the fungus from these hyperdenses hardly seen in the bone window image, but you are sure that these are fungal infection as seen in the soft tissue. This is very important for assessment and management. But here you can see that the fungus has eroded the floor of the anterior cranial fossa with little intracranial extension, and this is invasive type of fungal sinusitis. And this sinonasal bulbosis type of infection is associated with destruction of the inferior wall of the sphenoid sinus, diagnostic of invasive fungal sinusitis.
Then we may use MRI. الحقيقة هو very sensitive for the fungus. في ال MR الكورس دوت الحقيقة ما فيهوش البيزكس بتاعت ال MR، لكن احنا we can manage الموضوع ده. لكن ال MR بيطلع المية أو الانفلاميشن بصفة عامة اسود في T1 وأبيض في T2. Whenever you see حاجة بيضة في السينسز زي كده، يعني you see الحاجات البيضة دي، and this is T2 with an image. لكن الفنجس بيطلع في ال MR كله اسود، سواء في ال T1 او في ال T2 او كده. عشان كده لما تيجي في ال T2 وتلاقي السينس مليان حاجه بيضة بس، يبقى سينسايتس عاديه. مليان حاجه سودة بس، يبقى فنجل سينسايتس. مليان الاثنين مع بعض، يبقى كان انفكشن عادي، وبعدين جه عليه بعد كده الفنجس. عشان كده يقول لك مثلا افرض ان السينس ده كله كان مليان حاجه سودة بس، هيبقى باين زي الهواء، صح؟ الهواء اسود في ال MR. بيقول لك لما تحس ان الساينس في التي 1 كان انفليم وبقى في التي 2 كلير، يبقى ده فانكس. معايا؟ فاهمين الحكايه دي؟ لو انت بصيت في السي تي هتلاقي ان السفينوي ساينس از اوبيت، بس انت مش شايف البياضات بتاعت الفانكس اللي احنا قلنا عليها، صح؟ في احيان كتيره بيحصل كده، لكن لما عملنا للعيان ده ام ار اي لقينا ان نص الساينس مليان بالفانكس ساينس. طيب ايه هي الحاجات اللي تخلي الكلينيشن او الراديولوجيست يبقى حاسس ان دوت فانجس؟ اول حاجه هايبر دنسيتيز ويذين ذا افكتد ساينس اون سي تي، زي الحكايه ديت كده ما اتفقنا عليه. تاني حاجه ذا بريزنس اوف انترا ساينس كالسيفيكيشنز. تالت حاجه ماركت سيجنال لوس، يعني سواده جامده جدا في صور الام ار بالتي 2. رابع حاجه ساينسايتس ريفراكتوري تو ميديكال تريتمنت، يعني عنده ساينسايتس وانت بتدي له العلاج مظبوط مش راضي يفيد. اخر واحده فيهم وديت الحقيقه من الحاجات الكويسه ان هو ذا اكستنشن اوف ذا انفلاميشن تو ذا تشيك. في بعض الاحيان لما تلاقي الساينس ورم وش العيان وابتدت الحكايه كده، تحس ان فيه هنا اهوت مش ساينسايتس عاديه، ولكن ممكن يكون معاها فانجس. الساينسايتس زي ما حضراتكم عارفين ممكن تخش على منطقتين مهمين جدا، البرين والاوربت، وتعمل مشاكل. في البرين بتعمل مننجايتس، واحنا بنشخص المننجايتس بان المننجال كفرنج اوف ذا برين بتبقى تخينه قوي واخده صبغه، وده دور مهم جدا للصبغه في الموضوع. وساعات المننجايتس تقلب بباس كونكشن في المننجيز، سواء كان في الابيديورال سبيس او في السب ديورال سبيس، فيعمل ابيديورال امبايما او سب ديورال امبايما، او يخش الانفكشن على البرين شخصيا فيروح عامل اسيس في البرين. وساعات طبعا فيري كومن اللي هو اكتر واحد بيؤدي الى كبرنا ساينس ثرومبوزس هو الاسفنويت، عشان قريب جدا منه، فلو حصل ممكن يبقى كومبليكيتد باي كبرنا ساينس ثرومبوزس. الاثمويدال اير سيلز ديو تو ذير انتيميت ريليشن تو ذا اوربت بتؤدي الى اوربيتال سيلولايتس. فلو كان الاثمويدال اير سيلز اوبيك والاوربت فيه تشينجز، يبقى معنى كده ان دي سكندري تو ساينسز. لكن لو الاوربت فيه تشينجز بس والساينسز كلير، يبقى دي حاجه ثانيه. فهنا مثلا this is the normal orbit and these are the extraocular muscles وده ال optic nerve. لكن هنا the extraocular muscles are swollen due to the infection which has spreaded from the ethmoidal air cells. And this is another example. These ethmoidal air cells are inflamed and the inflammation has extended into the orbit forming a subperiosteal axis على تحت ال medial rectus muscle. صعب. الدايجنوزس اوف ذا فانجس بالاكس اي صعب، لانه هيعتمد في المقام الاول على البوني سكلوزس اوف ذا وول، وده بيحصل في الكرونيك سينسايتس من غير فانجس. والكالسيوم هيبقى الديتكشن بتاعه ضعيف قوي في البلين اكس راي، هيبقى محتاج يعني هاي فيري هاي كواليتي، والكالسيوم يكون دوشن عشان نعرف نشوفه. اوكي. Then finally we came to the tumors affecting the paranasal sinuses and we have benign and malignant. على رأس ال benign tumors the osteoma, the ivory osteoma أو الأوستيوما المصمطة، اللي هي بتبقى كورة من العظم موجودة very commonly in the frontal sinus and the ethmoidal air cells and other أماكن ممكن تبقى affected. زي مثلا كده and you see that this is osteoma in the frontal sinus. ساعات بتوع الأشعة يقول لك ليه I don't consider this is as fungus. طبعا واضح الفرق لان this is bone density، والتاني يبقى سبب. And fibrous dysplasia is one of the common lesions in the paranasal sinuses. It may affect the bony nasal symptom. احنا عندنا
تعريف الفايبرس ديسبليزيا عباره عن اكسبانشن زائد جراوند جلاس، يعني العظمايه تتنفش وتبقى زي ازازه مصنفر. اي حاجه تحصل كده يبقى فايبرس ديسبليزيا. فمثلا بوني ليزر سيبتم ده منفوش وزي الازازه المصنفر يبقى كده. And you know that the most common site for fibrous dysplasia in the orbit is the roof. And this is an example of fibrous dysplasia of the maxillary sinus. The sinus is expanded and it has ground glass bone density, diagnostic of fibrous dysplasia. Then we came to the inverted papilloma, which is a benign lesion arising in the nasal fossa, and it may extend into the adjacent maxillary sinus. It may simulate sometimes the anthraquinone, ولكن الفرق جبار جدا ما بين الاثنين. This tumor is mainly in the nasal fossa, and here the nasal fossa is the one which is expanded. ولكن the anthraquinone polyp is a disease of the sinus. Then the sinus is expanded and the nasal fossa is relatively collapsed. Number two, you remember the ethmoidal air cells. The ethmoidal air cells are usually opaque in the inverted papilloma, but they are usually clear in the anthraquinone bone. Number three, the sinus is collapsed in the inverted papilloma, but in the anthraquinone polyp, the sinus is expanded. And these are the main differences between both. Here you can see a tumor in the nasal fossa, expanding the nasal fossa, obliterating the osteomedial unit, and some retained secretions from Buda Goa and sinus. And this is the difference between anthraquinone polyp and the inverted papilloma of the nose. And you see here that the nasal fossa is expanded and the sinus is collapsed when it relaxes. Then one of the lesions, the nasopharyngeal angiofibroma, and you know this is a very hypervascular lesion which is almost totally exclusive for boys, and it usually presents by epistaxis. And this tumor is partly located in the nose, partly located in the nasopharynx, and is related intimately to the sphenopalatine foramen اللي موجود في هذه المنطقة. And this lesion is hypervascular. On angiography you see tumor circulation and the tumor blush, وفي الـ CT بتلاقي intensive enhancement زي ما حضراتكم شايفين. And two common extensions for this lesion are through the pterygopalatine fossa اللي هو اللي هنا اللي مشاور عليه دلوقتي, and into the sphenoid sinus. Then we came to the malignancies, and the malignancies are diagnosed by the presence of soft tissue masses and aggressive wound destruction. Then you see a mass which is centered on the right maxillary sinus with totally destroyed sinus extending into the subcutaneous tissue, into the muscles, into the nasal fossa, into the pterygoid fossa, and infiltrating the pterygoid blades. The most common sinus malignancy is usually located in the maxillary sinus, followed by the ethmoids, then the nasal cavity. And this is the sinus lymphoma, and you see a mass in the maxillary sinus which is destroyed. You don't see the wall here. And you can see the extension into the anterior aspect of the face involving the nasal bones and the anterior wall also of the maxillary sinus. Bone destruction is highly suggestive of malignancies. Then the most common malignancy is this carcinomas, as you know, but lymphoma can be seen. And too many other malignancies can also be seen, and you cannot reach the diagnosis of this to have a biopsy. And this is an example of maxillary sinus carcinoma that has destroyed the sinus, extending into the cheek, extending into the infratemporal fossa, destroying the mandibular ramus and infiltrating the pterygoid muscles. And here is the component of the tumor. There is no intraorbital extension. This is ethmoidal carcinoma. You see a mass here, and this is the site of the biopsy. And the mass has obliterated the osteomedial units bilaterally with total opacification of the maxillary sinuses. This is the normal appearance, and you see the turbinates, and you see the clear maxillary sinus on both sides. And these are the malignancies that may affect the paranasal sinuses, including lymphoma, melanoma, fibrosesteocytoma, fibrosarcoma, osteosarcoma, one of the commonly seen lesions in the clinical practice, and as well metastatic deposits. And this is a maxillary sinus osteosarcoma. The diagnosis is easy in the paranasal sinuses by the presence of the classic Brewster reaction of osteosarcoma, which simulates the sun ray speculations. And you see a mass here with sun ray speculations and bone destruction.
then you see the erosive changes in the wall of the nose and the alveolar margin, then you suspect malignancy and you have a biopsy. This is a subcutaneous lesion, easily biopsied, and you got the diagnosis. And this is another example of osteosarcoma infiltrating the alveolar margin as well as the maxillary sinus and extending intranasal, diagnostic of osteosarcoma. We cannot. Yeah. Any malignancy, we cannot have any predictive original diagnosis from the X-ray unless we have the biopsy. إلا الوحيد اللي هو الكوندروسركوما عشان الكالسيوم اللي موجود فيه. والميتاستاسيس by the presence of a known primary malignancy عند البيشنت ويبقى التيومر المكسر البارانيزل هو الميتاستاتيك ديبوزيت بتاعه. لكن معظم الحاجات الثانيه وي كانوت اسيوم السيل تايب بتاعتها الا لو بايوسيس البيشنت نفسه. Then some of the tumors may extend from the nearby organs into the sinuses like the invasive pituitary adenoma for example. You know that the pituitary adenoma may extend into the supracellular area, and this is the normal or the usual extension. But some of the pituitary adenomas do not have a supracellular extension, but they extend inferiorly into the sinus, invading usually the sphenoid sinus, and this is what we call invasive pituitary adenoma. And thank you very much. Thank you.